مشاهدي قناة الحدث الرياضي، السلام الله عليكم. في هذا الفيديو والموعد والتوقيت قنوات ناقلة لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق خيطافي في الجولة 20 من الدوري الإسباني، مباراة مؤجلة عن الدوري الإسباني لالتزام فريق ريال مدريد اللي كان شارك في كأس السوبر الإسباني مؤخرا. موعد مباراة ريال مدريد ضد خيطافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة. نبدأ بأهم غيابات فريق ريال مدريد مساء اليوم ضد خيطافي. إيدير ميليتاو مدافع الفريق والحارس الرسمي لبو كورتوا، بالإضافة إلى دافيد ألابا. ثلاث غيابات مهمة عن صفوف فريق ريال مدريد اليوم ضد نادي خيطافي في الجولة 20 والمؤجلة عن الدور الإسباني لليغا. ومن أهم غيابات فريق خيطافي عن مباراة اليوم ضد فريق النادي الملكي ريال مدريد مورو أرامباري، لاعب الوسط يغيب إصابة غير معروفة. بالنسبة للترتيب الحالي لا لفريق ريال مدريد أو فريق خيطافي، فريق ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني إلى حد الآن في المركز الثاني ب 54 نقطة، فريق خيطافي يحتل المركز العاشر ب 29 نقطة. موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد ضد خيطافي مساء اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وتنطلق المباراة ابتداء من الساعة 9 ليلا بالتوقيت المغربي، 10 بالتوقيت المصري، والحادية 11 بالتوقيت السعودي. أما بالنسبة لسجل المباريات بين الفريقين، انتصار واحد لفريق خيطافي مقابل 4 انتصارات لفريق ريال مدريد الإسباني. مباراة قوية منتظرة مساء اليوم تجمع بين فريق ريال مدريد ضد فريق نادي خيطافي. أما بالنسبة لاحتمال الفوز بين الفريقان، 22% تعادل الفريقان، 15% فوز فريق خيطافي، و 63% فوز فريق ريال مدريد. الآن سنتعرف إن شاء الله على القنوات الناقلة لمباراة فريق خيطافي ضد فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024. وتمتلك شبكة بي إن سبورت القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذا القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيطافي قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري للدوري الإسباني. أما بالنسبة لملعب مباراة ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، سيحتضن المباراة القوية المنتظرة بين فريق ريال مدريد ضد فريق خيطافي. الآن نتحول إلى تشكيل ريال مدريد المتوقع. من المتوقع أن يدخل كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي. وأخيرا نذكركم بما جاء في الفيديو، الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق خيطافي في الجولة 20 والمؤجلة من الدوري الإسباني لليغا، وأيضا غيابات فريق ريال مدريد وفريق خيطافي، بالإضافة إلى التشكيلة الكاملة المتوقعة لفريق ريال مدريد
لغدي واجبها مساء اليوم الخميس فريق خطافي في الجولة 20 من الدوري الإسباني لليغا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.